السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان دا ودياشي أنا شرفتها يقيمها له ملو البعض عالم كأذن قد داوانا يسان كسو دوادة ورركي ودن كان بريتان هبين كان عاو اي تاريخ دو تهي شن يتبانك بيش أفراد اي سنة كاني لابدكون اي سدح إلا باتنك لانا ميدا أفر إلا باتنك بيش بركيسان اي رمضان دقيقة كدبنا وشن إلا باتنكا بشا بركيسان اي رمضان هدي إلا إيغو وقتيغا ودنك سعوديغا إيو بريغا قارد أفريكا دابو ديال ورق بريتنا هبيكان عاو أو حام كسو قادن دونا قلوين كبوستاد أم رويل مايل ودن كان إنجريسكا إي قيبتا كوميونيكيشن ووكر كا يونيون كاس المركلسو قابيو لو يقانو سي دبليو يو أيا وحاي مانتا إيو كودا واقين إن هيشيس برينشبال أي لقارين دولادة ودن كان بريتن كنا سابسن دنكا مشاردة أي قاتان سدو كلا دولادة ودن كان إنجريسكا أي توتل أهان وحا أي جوجيسي إن إسبدل دنكا إسمارتا أما هرمركا دنكا رنويغا أما جلدكا واوين أي مترويا دا ودن كان إنجريسكا أي بلانك هروو أها إن أي مركاسي قبل أهان أي هالكاسي قصارين كدب مركي دولادة إشاعة كقادي إن دبعتا دقالها ودن كان بريتن كتاغن أيسن سمين كرين بلانكاس هرمركا أي إنت بدن عالم كي كجارين هاي ويدا قواردا مران أي ودن كان بريتن هاي إذا هو وين إي مشير كذا هو وين أي ودن كان إنجليز كقارب بدن أو كمدا وقوبة هو ذا آدك وقروح ذا بدن سنة كان يكسو بن بيجي إن دتك مسلمين تا أي كأفران رنتي ومركا وريسي أي ودن كان إنجليز ك قوبها قاركود آنن إبد مركز قف مسلم أو سنكدح آدامين لغا آدامو إسلا مركز هنا لغو أفرو سيبا مغالا دا لندن إيه ودن كان إنجريسكا دا وضي لسيدا دلس عطان ودن كان إنجريسكا أيا هاي أدب بدن أو ودن كاني آه وحا أي كجرين مدهارا ديو شخي كفليس أو آدي آدو تيرب بدن كواسو أي مركز دولد دا ودن كان بريتن أي كعود سنين إن مشاهدة لو كرديو ما دام حالد دا لقالها أي آدو سي ليدتو معيشد دي أي كور أي سكسي شريرتي قريه مرغج كالعقيه لديبا أي لو كرديو سيدو كالي غاسكي كورنتدي راشينكي وحياباس أو إذيل قبي أهان قيمه ذو عرق سكسي شرير يا مالن با مالن تكدم بيسان خلوا يكروا يلمايل يا مانتا وحي كنا واقعين إن هي شيء سبرينشبال آه أو أي كل شيء دولة ودن كان إنجليز كا إن مشاردنا لو كرديو وحوينا لقب الدلو حقوق ذا شقالها بوستوي ذا ودن كان إنجليز كا أو قبت شقوين كا رنتي وقمهم سن أي ودن كاني قلوين كان رويال مايل ايا وحايهين قلوين كا دليفر جريا اما قريها جيا ورقضها مركاس لسكو سو ديرو ايا دو مركاسي اي شاقين ان اي حق اي سنهين مشارد ادكو اير اي مركاسي اكو شقيان رويال مايل ايا مدو سدح بلودا وحاي مدهارا دي كالدوان اي كسميين قيبها كالدوان اي ودن كان بريتن اسل مركاسنا مانتا ايا وحاي شيس وناكسن اي لقلين دولاد دو ودن كان بريتن ان مشاردنا لو كرديو تيادا كالان حقوق دا شقالها اي بوستوين كان ودن كان اي وحوين لقا بدلو arintan ayaa waxaad mooda in hay'adad badan ay haatan dawladda ay ku guuleysatay in la in ay heshiiyaan isla markaasina mishaaradooda kor loo kiciyo dawladda rajisuna oo markaas raisul wasaaraha uu yahay ayaa bilihii ugu horeeyay waxa ay bilaabeen inay runti iska dhigtaan codka ka soo yeeray shaqaalaha wadankani laakiinse markii ay dareemeen in maalmaha shaqooyinka laga fadhiisto intaas oo bilyan oo baamka lacagta wadankan Britain ay dawladda wadankan Britain ay qasaartay shirkadaha waaweyn ee wadankan ay aad iyo aad qeylanaan ay u gudbiyaan dawladda wadankan Britain ay dawladda haatan waxyaabo badan ay soo afjareen isla markaasina mishaaradii loo kordhiyay xuquuqda shaqaalahana ay dawladda ay ogolaatay arintan ayaa waxaad moodaa in dawladda wadankan Britain oo markaas hoggaamiyay Rishi Sunak aad moodaa in heshiisyada aad u bateen tayada xigta waxaa haatan la sugayaa qoloyinka loo yaqaan junior doctorada wadankan Ingiriiska iyagana in ay heshiis la gaaraan arintan oo aad moodo in dadka beeshinka ah ama dadka xanuunsanaya ee wadankan Britain iyagana ay qeyladaan ay u gudbiyeen dawladda wadankan Britain ayna ka codsadeen in arintani
dhaqaatiirta iyo nursing waddankan ingiriiska ay wax ka qabato waayo waxa ay dib u dhacay u ku sameeyeen qalliin badan ama waxyaabo badan oo dad xanuunsanaya ballamo loo dhigay iyadoo xilligii covidka ballamadii dibka loo dhigay haatan ay dowladda bilowday ama wasaaradda caafimaadka ay bilowday in ay dadka qaabilaan laakiinse waxaa dib u sii dhigaya maalmaha ay markaasi shaqo ka fadhiisiga ay sameeyaan dhaqaatiirta waddankan ingiriiska sitimaankan ayaa waxaa la filayaa in laba mudaharaad ee waddankan britain ka dhacaan tan ugu horeysana uu yahay dhaqaatiirta caafimaadka ee siiba nooca loo yaqaano junior doctorska oo ku hanjabaya ilaa iyo lacagaha loo kordhinayo in aysan shaqada ay markaasi mudaharaadyadaasi ay sameyn doonaan dhaqaatiirtaas ay haatan waxay qaataan 14 baan oo keliya saacadiiba sidoo kale xaaladda dhaqaalaha waddankan ingiriiska maadaama hay-adda lagu magacaabo IMF ta ay ku dhawaaqeen waddankan ingiriiska in todobada waddan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka uu yahay waddanka ugu hooseeya haddii ay markaasi ay qaybo badan ay ka eegeen arrintan ayaa waxa ay sheegayaan inay tahay dowladda waddankan ingiriiska aada moodo in ay saameyn weyn ay ku yeelatay ka bixitaanka ururka midoobay ee qaaradda yurub iyo dagaalka ka socda waddanka ukraine iyo ruushka dowladda waddankan ingiriiska oo qaybo kala duwan ama siyaabo kala duwan u taageerta waddanka ukraine arrintan ayaa waxa ay keentay in miciishada iyo waxyaabo badan oo waddankan britain aada moodda inay aada u kacsan yihiin sidoo kale bulshada waddankan ingiriiska ayaa sitimaankan waxaa loo soo dirayay biilasha kala duwan ee markaas ay dhiibaan siiba gaaska korontada broadbanka internetka guryaha lagu isticmaalo broadbankooda sidoo kale mobilada ayaa waxaa reeraha loo soo gudbinay ama loo sheegaya in bilaha foodan ugu soo hayso in qiimahaas la wada kiciyo tan ugu yaabka badneyd waxa ahayd email habeenkii xalay aan helay oo runta ay ii soo direen qolooyinka skyga aan ka qaadano telefishinka sidoo kale aan ka qaadano broadbanka iyo telefonka guriga oo markaasi sheegay in qayb waliba ay markaasi ay ku darsadeen bil waliba ilaa iyo 4 baan iyo 7 iyo 7 sidoo kale broadbanka 3 baan iyo 4 iyo 7 bi mobilka sidoo kale 1 baan iyo 7 bi minus qiimaha ay markaasi ay shay waliba ay saarteen ayaad waxaad moodaa haddii laysku dardaro in ugu yaraan 9 ilaa iyo 10 baan ay saareen briceki si bishii hore markaasi la isticmaali jiray sidaasi darteed waad dareemi kartaa in hay-ad waliba ay markaan ay bilaabeen in ay lacaga ay ku kordhiyaan sidoo kale eeda ayaa iyagana waxa ay bilaabeen in ay lacagta ay markaasi ay kordhiyaan islamarkaasa emailka ay kuu soo diraan hostis ayaa waxaa ku qoran sababta u kordhiyeen in ay tahay miciishada iyo nolosha waddankan ingiriiska oo kor u kacday darteeda in markaasi qiimaha biilasha waddankan britain kor loo kiciyo sidoo kale dhanka housingka ayaa bishan aan haatan ku jirno ee april waxa ay bilaabeen in lacago lagu daro example hoyga aan haatan deganahay qiimihiisa idan idinma sheega bisha intaan dhiibha because waxaa laga yaaba inaad yaabtaan laakiinse waxa ay igu kordhiyeen sitimaankiiba 30 iyo 2 baan waad dareemi kartaa sitimaankiiba haddii 30 iyo 2 baan lagugu kordhiyey bisha waxa ay noqonaysaa ilaa iyo 120 baan oo ay ku sii dheer tahay lacagtii hore oo aad markaasi biilka dhiibaysay dadka mortgage-ka haysta ama guryaha mortgage-ka ku haysta ayaa iyagana waxa ay bil walba laga bilaabo haatan ay dhiibi doonaan 2000 in ka badan oo lacagta mortgage-ka ee guryaha runtii xaaladda noloshu sidaasi oo adag tahay dhanka miciishada qof waliba uu garanaya waxaa jira meelaha qaarkood ama supermarketyada qaarkood mar waliba dowladda waxay bulshada u soo bandhigtaa sida ay dukaamada ay u kala qaalisan yihiin qiimaha iyo sida ay u kala raqiisan yihiin dukaanka la yiraahdo Aldi iyo Lidl ayaa labada dukaan ugu raqiisan ee markaasi shoppingka laga sameysto waxaa kaalinta saddexaad ku jira dukaanka Tesco lagu magacaabo dukaanka la yiraahdo Salisbury iyo Asda iyo Morrison dukaamada la dhahayo dukaamadaasi la socda ma aha sida hore waa ay ka qaalisan yihiin Teskadii laga carari jiray iyo dukaamada kale sidaasi darteeda yaa lagu degdegin dukaamada Tesco waxaan leelahay Sainsbury dukaanka la yiraahdo sidoo kale Asda iyo dukaanka la yiraahdo Morrison dukaamadaas qiimahooda alaabta haddaad eegto oo aad ku barbar dhigto dukaanka Teskada waxaad moodaa in Teskadu ay ka raqiisan tahay dukaamadani kale waa sida ay markaasi dowladda ay u soo qoreen qiimaha raashinka lagu kala iibsado dukaanka Sainsbury oo sitimaankan aan eg aan kasoo gata ama ukun qof waliba sida uu markaas u yaqaano ayaa waxaa laga soo siiyay 4 baan iyo 20 bi waa dukaanka Sainsbury-ga waxaa weeye 2 iyo 10 xabo oo ukun ah ayaa 4 baan in ka badan halkii xilligii hore 1 baan iyo 20
إلا إيو هل بان إساقاش إساقال بي لأي بن جري أي هاتن قيمه يدو حقو يهي أفر بان إيا إنك بذن وأكونتا دوكان كسنس بريقو إي بيو موسكا أيا دو حد مودا إن ما لها بنانك إلوو إي بينا يأفر تحب هل كبان أي قدان إن قيمها سي تاسكا داد إيكتو تاسكا أو كقيمة جبيه إن موسكا دادك عنو إنت بذن دادك إن بنانها أما موسكا دادك حلق رمضان كدت كم عنان ولو سومالي دو بريسك ويد آد نلو غفور جايو بريسك ويد آد موس معنان مركز سيدا سيدر تيدا قيمها موس كايا إساقان وحا كاعي إن وحيا ما عدكو كاعي وحا كم إذا قدارة دا كالد دبن إن يعني دي أغوه رئيسة تميتو إنتي يريدو السلاة دا لو بيو قدن جرا إيها تنوحي جوكتا إلا إيو هل بان إيه تضبات إشان بي هل كا حلقي هور لو إيه بن جري سقاشن إيه سقال بي أما وان بان وحكير خيره واي دريمين عليسك دنكا ان معيشد اي ودنكا ان بريتن ان قفو لبا خوية كستام ابو كستو شابن كستام اي دريمي كره ما دام حلقة عيد هاتنو سولو اذا هاي ان سوخية دا كالدو ان ودنكا ان انجريسك ان قيمها وحو لبا او لئي بي عركاس اي سكسي شريري كابيهي نايك شوس اي دو مركور او قالي اها هادو او كسي دري قفو لبا او عرور لبا او دريمي كره ماركت كمركو تلسيدو او خيقية مركا فضلا انت هذا شوبينك سميسنين اونلاين كايا او فضد قفك ان او قيمه او جبن او كرات كباها نايق اد كغدنيسو دكانك جي دي لوغ مغعابو ايا 900 الى 700 بان او قيميسو يعني هلك اونلاين كا اد قفك او سيف غرين كرو الى 300 الى 400 بان لكن waxay ku xirantahay in aad xili hore aad order gareysato maadaama maalinta birta 25 ka bisha barakeysan ee Ramadaan ay tahay waxa holadeega ka dhimanna ama fasaxa ciida maalinta ciidana ay u badan tahay inay yoom jumca ay noqoto maalinta jumcada maadaama bishii shacbaan ay ku dhamaatay 3 maalmood bilaha muslimka 3 ma buuxsadaan bilaha muslimku waa hal dhaaf wax la yiraahdo bishan waa 29 bishii xigta waa 3 sidaas darteed maadaama shacbaan 3 maalmood aan soo buuxinay bisha barakeysan ee ramadaan waxay u badan tahay inay ku dhamaato 29 ay yoom ciidna ay noqoto sidaan u maleynayo maalinta jumcada اهدو ايب سبحانه وتعالى ونفتا نوغسيمو انا قول لكو حجرا ان ارماها ودن كان انجريس كا داو ديال مقالة لندن ايا السند كان وحاي جبيين ريكور كا قوبها لو افورا اي دادك مسلمين تايكو افران وحاد مو داد دادك ان لنول نهاي ديمها كالدوان ودن كان بريتن كو هايستا ان ايد ودن كان انجريس كا يعني يسيب دادك مسلمين تاي راهده اي افهمين ان ايهين امد نبات iy sharaf badan xilligi hore waxaan loo haysan jiray umad la yiraahdo inaan nahay dad xaq jir ah oo dadka la nool aadki aad ku naceb waxaan arintan u soo qaatay goobo badan oo waddankan ingiriiska aanan abad la filanaynin in laga dhex aadaamo isla markaasna lagu dhex afuro ayaa magaalada London aad aad muddooyinkii dambe kaga dhex muuqda haddii aad eegto sawir aan idin soo gudbin doono dhawaan waxaad arkaysaa goobaha ugu caansan waddanka Ingiriiska sidoo kale goobo kaniisado aan abad laga dhex aadaamin in sanadkan laga dhex aadaamay oo lagu afuray iyagoo markaas goobahaas ay ku sugnayeen dad badan oo diimaha kala duwan sidoo kale waxaad arkaysaa goobo ay yahuuda ay leedahay in Sangon la yiraahdo oo iyadana lagu dhex afuray oo dad muslimiin ay taagan yihiin oo aadaamayaan ay afurayaan arimaha soo idil waxaad ka dareemi kartaa in macaanka uu leeyahay muslimka ay dadka haatan ay fahmeen midda kaliya oona lagu fahmi karo waxaa weeye dabeecadda wanaagsan dhaqanka wanaagsan iyo habka aan bulshada waddankan ingiriiska aan la noolnahay integration aan ula sameyno aan u dhexgalno soomaalida ayaad waxaad moodaa goobahaasina aad iyo aad u yiraahaan walow hablaha soomaaliyeed inta badan oo waddankan ingiriiska ku dhashay waxna ku bartay ay goobahaas qarkood aad ka dhex arkayso laakiin haddii loo eego percentage haddii loo eego soomaalidu ma aha mana rabaan inay bulshada caalamka ay dhex galaan ama dadka ay la nool yihiin waxaa laga yaabaa xaafada aad 30 aad deganeed reeraha dariska kula ah xitaa inaadan garanayn at least waxaa wanaagsan xilliga markuu sambuuska ka yara bato oo guriga caruurta ay cuni waayo maba cuna caruurta waa la socotaa in cidda cadaanka ama dariska aad tihiin ama madowga haddii xitaa kristi ama juush ay yihiin haba daadiyana u geyso aad na tusto in bisha barakeysan ee ramadaan ay tahay bishii raxmadda iyo wanaagga horta soomaalida aan u duceyna ilaah subxaanahu wa tacaala soomaalida waxaan kaga baryayna
إن عريسة السارن إدنك قلبي إنه كقادة وحنا هدد شك كجرة وحنا هدد رنتي إن أم يا الله إيجن هالقف أما لا بخف أو نقول حجرة هددك دتك نحجله سما أنت بدل أنا جنب فتجي نقن كين حلي جهر وحي هد إن قفك دتك قفك جلجلك بدل أو ريرها أتجا أما إسكولة ده مركلة دجنا يحرك يسا قبل دكولة على تي أو قبل صاحبه يماذا أو أي شيء كستان أما ويلك هذا الشيء إنه ويل ده ليرلي يماذا إن لا أفران لا شيء كستان لكن هات واحد مودا إن أنا خن أمد أد أحر حيران أو عرور تجوريه إسك أفريان أصحابته هذا اسم راعيان متجيان جوبا أفتارته متج مين سوى حيابه صنع هذا يكتب حيابه إنتجريشن كأد كأد كنو إفكت جري أي كمت هاي هدان أمد أنا لد حق لنا رنتي أنا وحفه إنه أد أد وقت كان دونتها وايو إن والدين تا إن قربها الجوك تا أنت هذا بدن ما هدد أد أدد كود حق لا إن سببتنا ما قرنا يا سومالي ذا وحى بالشدة كان إيه كجع الرن مدي كلي أن سلاية هاي سومالي ذا وادد وح قرقرس بدن سيدو ذا إن وح يابا بان قرقرنا إنت سوحي كعرنا يا هدي أنا قاعد يعني إس برنا وإس رح قلنا إن وح يابا بدن أو نوده صنع إن بنانك إيه صبحان لكن آدي أخرى بدنا لهيد إن خفك وبالشدة ورح قلوا أما إنتجريشن كوسمية أرنت الإنتجريشن ك هاد كورنا وايدين شيغي ان رنتي ان وحن اسو قاتا وح كلماهن قبر سوماليد او كنديس احيت ان هذا النالي حيليجي اي كندا اي كبلاودي ان سوماليد كندياس كا اي كون الودن كاسي ان اي بلشادة اي دح قلان اينا سميسي بروغرام اد قروح بدن او انتجريشن لوغو مقع دري يا ونحرست قبر ناس وحي كون لمتي مجال ذا كسماي إذا ينين كذا إلى سبحانه وتعالى وحن أقبرينا إن جنة الفردوس الأعلى إنه هذا النال يحاج كذا إنه جيو صوت أقفك بين آدم كمرك وناك وعالمك وكجتغو وهذا صح سنية هداد تاريخ أتكتبته تاريخ ذو وائك حسيسة لكن هداد حمان كتبته تاريخ ذو كم حسيسة إمسا إن وولد أي صومالي صومري إمسا دقال يهن أيا سومري قفكي وناك عالمك كغتهي تاريخ دي سمر ولبا سيد عن هادا خوضا نالي قبل السوماليات عن أحسوس أيا لو حسوس سنة لكن سداد عالمك أكغن أحتكتو ليك يدلم يبدباتو رنتي قفك حسوس سنة ملا قفك مركو مغلا مقعادو حلقيا سبحان الله إنو كير إله كان هنقفو غي واي إن سبحان الله وحان مخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيا إسقوا ميل تاجن ميد للسومرية ميد كمرك للسومرية أيا ذات كميشة سجوجي ويا مسلم قف هذا المجرى النبي محمد إسقى أمس سو ذاتكو أمس ولا أمس قف كلا للسومرية وإذا هاي ذاتك كنا إلهنا قد به ميد كلمات نبي هو أمس ويا تي سدحت نينا للسومرية استغنى ميت كيسة لو ود دعيني وود دعيه مركا بلشدة وحي يكويه المراية بلشدة وحي يكويه المراية والو داوني هداد خير كتكتو قداش هذا والو سود دعيني هداد شر كتكتو هداد نسيب لاذا إن لقاء مسابق ورم وليرا دور كان أسكا قاء مسنا هداد شر كتكتو زبير بعد قبرك قاقا نبتها سبحان الله وحن كجرنا هابين آد مهيمو أو شن إلا باتن كبشة بركة سنة رمضان وهابين هذا لو تهم يو إن أي تحي ليلة القدر قفك وحال دوني إنو الدعاء ضبط صدو إنو إلهي سبحانه وتعالى دم بداف ويدستو إلهي سبحانه وتعالى أن كبر إنو وحال الوحي دم بيونا قد عي إنو إلهي سبحانه وتعالى نقد القادر سيدة دون تبعات عرب كينا عرب تدينا هذا الكأنكو هذا النو وحا أن سمينه إنه إله سبحانه وتعالى نارت ونقبت باديه قفك تن أغوهريس أولا دوني إنه كدو أيستو وعذاب القبر قفك وحا أغوهري إيه إنه كدو أيستو أصحابي وعذاب القبر هادكور يدو قبر أن جوغنو أيا وذاد صاحب أنهي يحفظ الله أيا وحو يري يدو لن يرلو بذيهي يا رب الجنة إنه تغو dadko idil gacanta ay taagan waxay dhahayaan yes anagoo dhan jannada ayaa rabnaa
wadaadkii runtii maasha Allah reer magaalo ah wiil dhalinyaran u ah luqad ingiriiska Soomaaliga isku mid ayaa haya haddana wuxuu yiri yaa doonaya qabriga aan haatan ag taagan inuu galno qof markaasi jawaabi su'aashaasi ma jirin waayo qof kasta oo anaga nagameed ah inuu galo qabri ma rabo laakiinse qasab ay kugu taawad mari doonta beedkaaga jidka lama dhigi doono sidaas darteeda maadaam aad ba ogtahay in qabri la maray آخره ده خبريك بلا بد. قبري هدان ربتين وإلهي سبحانه وتعالى وسلك هو عذاب كدو عيسى ما لنت ويران تضب مر كسر عن علي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار. قفك مركو قبرك مرو نار أو قبرك هديل وجو عذاب هالسوق إن الجنقش وايو قبرك واجدك وهري وقفك ومري. إلهي سبحانه وتعالى كبرية. قفوا لبينو عذاب القبر وكدو عيسى. عذاب القبر هذا كبد بادو إلهي سبحانه وتعالى وكبد بادي وحد قليسا هردو برسق أو قفك أو سيحاني إلا إيو جاج بندي أو بونكاس وكييري قفك أو لبلو ييري دونس الله أكبر لكن مركات قبرك كوغول دريستا أصحابي هاد كوغول دريستا أو دين تلوغوي ديت كجواب بيس وهالكاسي تيك توك أدلا تكت أما فيسبوك أدلا تكت أما قبيل أد قبرك لقشو وقفك الصورة يا ملا الله أكبر You are only you. Very dark place. هذا أهل الخير تو يكون افتميسا. هذا أهل الشر تا قبر جس وكو مجدي. وكو اسمه الجرينة. سيب قهرد يروح هذا عرفتن. قبوره مرك سمالي لو خذ محركة بسطة الدستة. هذا لا هذا الله أكبر ما هو يذا أدتك وجع لنا يدقت كاسي لجيسا. أما أباها أدتك وجع لنا أمنك بس فرنكوها. أو 24 أورت أسكس الخرسن جرتين. أيا قد كاسي جلي. يرو مركان محاكو أركيسا قبر قوين قبر عاد لو قد كرا يورب مجر انت لقات شيء وحيابه لو قد جر مقعيه وان إلو سبحان الله وحيابه قد كلو قد جر I don't know نسحابه الله أكبر يدتك قد جر اسكم ساكين تا حد وحي مد مكينا ذا مشين قد كلو قد جر قف كان هالكا سوى قد جر قدتك واب اسكاد ديار عاو مركان بمت قد كاو قد جر لعق بساكا وريس مركان فضلا هبي كان عاوه قف كاستكد عيسى عذاب قبري إنه إلهي سبحانه وتعالى النار دو كابد بادي وحن أرنتها إذن كو قصة وقاتي وهابين آدي آدمي معشين اللي باتب مر كان نيوز كان كبح أو إذن كان أتكبح ذان فيسبوك إسكير الدمية قف ولي بهور دي اللهم إنك عفوه كريم حليم تحب العفو فاعف عنا مر كان أمدو لن أدعيني سوي دادا إنت بدو حيسوي دي ولماذا قارن وحي ليهن فاعف عني قارن وحي ليهن فاعف عنا مركا دات كوا اي كوري نقف كدوس العرب قرنين وا او كوريري فاعف عنا ومد اسلام كو ايدل اياد دعيسي فاعف عني اذا دعيستي مركا انا ومد اسلام كو دعيسو اي اهد قرح بدل اهدي اهد امها سنتين ورك بريتن هبين كان عاوة وي تاريخ دوت هشان يتبن كبش افراد السنة كان لابد يكون يسدح إلى باتن كلنا مدى سعد هذا الجغن برجع دحه إيه للوينها الصومالية وحيب ونقطي لبي تبقى هبين إلى با إلى باتن دقيقة أو وحاب إجلين هبين كشان إلى باتنات بشة بركة السنة رمضان أنا جو حينو تطبق إلى باتن دقيقة مجال هذا لندن ودك عن إنجليزكا ما دام الشان إلى باتن هبين كان يتحورت لحد على حرت ضد بدنا وحيس ويدني ما هبينا ذا نوكلية ما يتبنك هبين اسكو خبه ذا اسكو خبن كرتو لبعد يسو سلاة تراويح دكو سلاة تليل تهجد كاذ اسوك على بذا ذا ركعين كبدا دكو كرتو إله سبحانه وتعالى هو نحريس بذيه إله هو نحريس بذيه إله هو نحريس بذيه إله هو نحريس بذيه انت اسكلي هذا قلبك او كجرتو وحاوي هبينا ذا قير كبدا إلهي هنا وافجي إله أبد كينا مرولبة لصعدة هذا الدعاء بلا بيسان علماء إسلامك وحي أدعيان لن يرد مجدد لن يرد آد أي لوغ دعية ومذا إسلام لن يرد إله الدو كوهن نوهن ونيو جنريشن عصوبة صو خروح بدنا نو إيماني هذا لن يرد إنك بابا أن جنريشن كان مستقبل كان وبابا إيه إله لن يرد الصومالية ثبت بادي ويلي قبل سيدي إله عرورة الصومالية ثبت بادي إله عليسك لبك هاي السلاح كدر خاذه إله سبحانه وتعالى حوه بريانا لن يردين أنت ترينك كدع ذي وكدك تي إنه إله دبو وسو عليه إله سبحانه وتعالى وحانك بريان كوي وحبر الشدكة تيين وحبر الشدك صلى الله عليه وسلم وهابين قير بقبع أنسك دعين
مر ول بهلك محن ما هذا وعلا يا دتك على قير يعني نجلا خيب قاتي سنة كان أفر ولا كان أفر هاي السنة إسلام مركز سنة هات إن لعيد سي دت بدن أو أجونا ما شاء الله أنت اللي جاري كرا أو أد إيسو درتين وين جارسي ما أنت بيرت وحال السمانة قيب أنت أقوى نيك سنة عشان لك قيبيو ورنتي قرش كود أن مانت أن دري أي ما أنت بيرت للسمانة هذه الأيرة إله سبحانه وتعالى أنت هوي الصومالة دي آب رنتي إعلام كان أنسوقد بيي أو أحيد إن أرورت أغانت لعيد سيو رنتي آد با إذن كما دعينا لعبتو ما إيسان ما شاء الله وان قد بي إنت بدن إنت دمنا مال إنت بريت السوق بكارا يا وحالك سو إبنا يا وما بريس كي وحيابا وقفك فترة وقبا هيا دتك فترة السودية السنة كان فترة ولعبا أو كلية يعني الحمد لله غير كي لصي بس كم ساكن وادري مكرتان عد أنا بريس هاي السنة أو عباس هاي السنة أو أنا بور هاي السنة أو أنا بور أنا هاي السنة أنا أنا عادي قبل ده ذناي رونت دت كل كي يكونوا ليهن هلك مركز ما أنت وست في الأتوبت ويلك أما قبل هذا أو كوس إكس بند جريس 3 إلى 400 بان ويلك أجان تن وسن هاي السنة شن بان أو كلية أو درك هو ده اللي هو يبي هذا له أجان تن هذا لا إس بينفول أنا كنا بين أيار رونت هلك أنك هذا يا إذن كنا بين أيار دم قريبة لكن سلا صعدة أجان كإلهي أم وسن وينين أب كرسدة لكن إلهي سبحانه وتعالى أبه وحقوقه فيه و أرلاد و كجوا تي إنه أنا جنول أي كدم بين أنا إيجو أنا إنه أنا إيجو أيو إلهي سبحانه وتعالى و أباه سأرلاد و كجا قاضي ما ها أبا و كلي واحد أنت هويو ستمان كان أصور دفني سجال عرور كدم متي رنتي والله العظيم ناين جيلدرن أيان أباها لو قتك عرور تاس أن ما أنت أن لحد والله العظيم أن أريب بين إذا شيغنون مركان لهذا لي عرور أي أكتي سكوينيس مركاس وحليه يعني أب أمس أب أمس أب أمس أب أمس هو يدو 4 days ago 4 days ago أي جيريوتي وذات كيسنج نفتي سوى نافو أو ديسابل والله العظيم أنا أري بيد كوجدرين ما أنت سو قلبي جي أو رنتي أقول بشيء أبد أمي أسنجل قالين وايو أنا قول دقي الشيخ مصطفى استجو كهذا لي يعني different كود حي أباه هو يده أباه وحو يري وحو سمين كره هل شيء وكل إكسامبل هل شخ هذو هاي عرورته إيمادان وحلي ورآب إيجاد خاخ شخ هذا هاي لكن سهو يذا وحي كلا دبريسا وحي أبا بظن وأنا جاءنا نجيدا كان يقرسا كان يكوكر قرسا كان يحبيسا كان بيكرنيسا هل كان بيوح كان ذيفنيسا مركا هو يذا مركا جيريوتي أباه سوماليو عريانكا أيان مانتو وحن أركي هنتي الله أكبر مرك عرور ير ير أو إسكوما قطهوين أه إيه كغا تكتي رنتي أري أغوري أو دعي وحيهد وحيهد أرت إنو حاسكي سي جيريوتي إلهي إنو قبري واسع وغديغا إلهي إنو حريس سؤال شو أفوضي تن لبادنا وحا قلبي وكسور عدد إنو إلهي سبحانه وتعالى أو أسهلو هوي يرد أوين ما هوي ير هوي ير هدا أسكو قرسات عليس كوكو بدنا كوكو بكالي كوكو سيكور بليس هدو بسقال ليه هذا هو أي يرلو قدره ده هذا هستمين نخونيسا وكوبا كلا يدليسا وحالا يابا قوري إنو نخده بلاي جرام وحان ده أغاس ماذا باقه شاري هذا إلهي وحكو إرساقي هو أي يرداء وقبت هدليس كي يرقو أذي وعرورت كو كوريسا إلهي كو سهل وهي عرورت أسبكا إيجيسا مركا نكاس ولالك أهلو دعي حاسكي سيجيريوتي إن هو يكلو ما أنت الإيسو درجة رجلبت إلى سديد عرور أبا وكجيريو ذي وحال إيسو الشيء أو كله إن أبا سو مالي دو عيل كدعي ويسجدن بربوري ورنتي سجن عرور بدن مرك وحيا ما هسوي ذي الأيام مالمي وقدم بأن كل حجرة رنتي قلبي قيادة كأوين إيسا هداتا قف قلبي جلعسا لكن الحمد لله فلور كان جيد وقرح البدن هبي كان هاستا دفكو عسلين ورسالم محاكو دع فلور كان قرح ذهل كوكا كيري رتي فلور كان أوجد أذكر قروح أصحابي هذا الكفتبة رمضان على جراية فلور كان صومالي مركان جوجني ملو كبابي حجر سيب أنا قدت كينا جوهر يمركد جنا إن بيرهنا لها رنتي فلور ملك سوسك كبابي حجر وهذي جينا ما أنا إنترس جرين وحلي هذا فلور لكن فلور كان لقي كينا ودنا كينيا لقونا قدت دكان مذوع وين سيد التاسك ذا وكله قيمة لقى سينا إنتان حرن
ukunta waa diyaabisa kenya laga keenaa waxa la soo marnaa wadanka holland oo xarun weyn oo flower ka lagu kala ganacsado kadibna diyaarada lagu soo qaadaya uk ana lagu keenaa kadibna aan intaas ay soo gaartay ma sha Allah intan oo aad ku quruxda badan kalarada kala duwan ayaa horta iga soo gaartay hadaan dhaho qofkaas idin keenay waxa waa hal igu soo duceeyo de inan baa ii keentay inan ayaa habeenkii xalay aftaarka noogu keentay runtii ilaahay subxaanahu watacaala gabadhaasina oo keenta waxaa leeyahay jazaakum alaakhir qofka qofka kuugu jecl ayaa flowerku keena gabadhaasi maasha alla horta magaceeda waxaa la yiraahdaa naadiye dhoore idinka idin taalaha qof kale dhoore leh loo arkay marka ilaahay subxaanahu watacaala waxaan idinkaga barayaa runtii marka aan leeyahay haloo duceeyo caruurta waa sidaan oo kale gabar yar oo dhulkan ku dhalatay oo maasha allah runtii wax baratay dareemaysa hooyadii aabahay u socoto inaysan flowerka ixtisaasu ka seenin laakiinse maasha allah waa ku flower baranay reer magaal baan ku noqonay caawa newska inuu dhinac ka soo galo aad baan ugu farxay marka hablaha loo duceeyay hablaha flower bay garanayaan hablaha maasha allah ilaahay hanoo xafid ilaahay waxaan ugu baryaynaa guur kheyr qabi inuu gabdhaha soomaaliyeed u wada sahlo flowerka idinka qarsada amsoor asxaabta haddii kale waxaa laga yaaba inaad iga cooreysateen oo flower aad qurux badan asxaabi aada mahadsantihiin ramadaan wacan oo wanaagsan ilaahay subxaana watacaala waxaa idinkaga baryaa habeenkan kheyrka badan ee leylatul qadra aan wada sugayno inuu ilaahna waafajiyo mar dhow salaatu taraawiix ayaan galeynaa kadibna salaatu tahajud aan sugaayo waqtigan aada buu cariir isku yahay hadda waa 10:00 barka waa xilliga salaada ay bilaabanaysa daqiiqada kadib idinkan ilaah waxaa idinkaga baryaa kheyr wanaag ilaahay subxaana watacaala kheyr iyo wanaag janat alfardaws alaclaa inuu nagu wada kulmiyo allaahu akbar allaahu akbar ilaahay subxaana watacaala ducada uu nabi maxamed yiri habeenadaan oo kale ha lagu duceysto ayaan rabnaa inaan noogu soo gabagabeeyo اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وهو لك سالم نور وإذن خدافة وبلا توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته